إذا اعتمدنا الابتكار كأسلوب عمل في المؤسسات الاتحادية حققنا النهضة للمجتمع. الابتكار هو المستقبل. Innovazione è ciò che distingue tra un leader e un seguace. طبعا تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حقبة جديدة من الابتكار، من الإبداع، من التميز. شيوخنا الله يحفظهم أشادوا بالابتكار، كانوا لنا قدوات في هذا المجال، حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي يشار لها بالبنان في الابتكار. نسعى بإذن الله أن نكون من هذا الجيل اللي يسعى ونمشي على خطوات قاداتنا في الابتكار والإبداع. الابتكار هو الحضارة. لن يبنيوز أن فيانكو كنتينيو نو ليميتندو إل تيمبو.